لو عملنا مثال كده قلنا صمم ابلكيشن لسوبر ماركت، الراجل هيدخل ايه بقى؟ كلاينت نيم، اسم المنتج، والبرودكت او الديبارتمنت اللي اشترى منه، واسم ده اسم العميل الاول، والبرودكت نيم، تمام. وبعد كده برودكت نيم والكوانتيتي والبرايس، وتحسب لي توتال والديسكاونت برسنتج، نسبة الخصم. بس بناء على ايه بقى؟ نسبة الخصم according to these rules، طبقا للقواعد دي. بيقول لك التوتال لو اقل من 5000 جنيه يبقى الديسكاونت برسنتج 0%، لو التوتال اقل من 4 يبقى الديسكاونت 5%، لو اقل من 6 يبقى الديسكاونت 8%، لو اعلى من 6 يبقى الديسكاونت 10، وتحسب الديسكاونت فاليو قيمة الخصم، وتحسب النت توتال الصافي النهائي، تمام. وعايزك تطلع زي جايزة كده بيعملوها، بس الجايزة دي based on الديبارتمنت. لو الناس اللي بتشتري من ديبارتمنت الالكترونيك في الحالة دي يحصل ايه؟ ياخد الجايزة لابتوب مثلا. لو اشترى من قسم الفودز ياخد ايفون، لو اشترى من اي قسم تاني ياخد هيدفونز، بناء على الديبارتمنت اللي شاري فيهم. لا لا، مش بالكمية، من كرة قسم بس، تمام. طيب اول حاجة نفتح الفيجوال ستوديو، ما تفتحيش، هو البلاند موجود اهو، مش عارف مسطبين ولا لا. ما انا مش مسطبين، انت بس شغال الفيجوال ستوديو بس كده لوحديه، مش بلاند. الفيجوال ستوديو فيه 13 بس. الفيجوال ستوديو سطبت انهي نسخه؟ 2017 سطبت معاها هتلاقيك الموبايل ابلكيشن الاس دي كي، كل حاجة. ده يقعد ولا 7 ايام طبعا، نزل وخلص خلاص، وخد مساحة كبيرة جدا 10 جيجا طبعا. انت سطبت جزء شغل الموبايل ايه؟ مش مشكلة المساحة، مشكلة الوقت ان ايه؟ عايز ويندوز 10 عشان يشتغل سيشن. ليه؟ والله في كذا، في اختيار كده اخترته عشان يفتح وفتح معايا، بس المشكلة ما ينزل معايا 30 يوم بس. هي لا، ليه يعني منزل الفري؟ لا لا، ليك راك، استنى كده. البلاند ده مش هينزل، مش هيشتغل. الناس عندي كله لا لا لا، افتحي بس ستارت فيجوال ستوديو. فين فيجوال اهو، في 13 فين؟ لو 12 يعني، لو فتحت كده تلاقيه كده اهو. لا مش ده اهو، لا لو 2010 بصي اهو البلاند اهو يا استاذ ايمان. لا ده اهو تلاقيه نزل لوحده، خدت بالك؟ نزل ولا ايه؟ نازل البلاند ده اللي هو الكومبايلر، اللي هو نازل مع دوت نت فريم ورك، شغاله مع الموبايل الاب على فكره. عندي ده، عندي الفيجوال ستوديو كله بيلد، كل ده عندي
فتحتي من قائمه ستارت مصورها. طب ابعتوا على الجروب يا جماعه بدل ما تعطلوا نفسكم. ما احنا عاملين الجروب ليه؟ احنا لسه ما انا بقول لك قاعد يومين ده انا يوم الجمعه خلصان امبارح بالليل او النهارده الصبح. ايوه طبعا سطبت الموبايل اب معايا. ده كمان ما قدرش كل ده لا 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 عادي ما انا معايا مسامح. طب جربت بتاع كام ستارت كده وصوريها وبعتيها هي اما بعد كده وانت بتعمليها وانت بتصطبي تمام هتلاقي حاجه اسمها ديفلوبمنت مايكروسوفت فيجوال ستوديو ديفلوبمنت. دخلت عندي كان عملت شغل بس برضه على البلنت ده يعني هو ده بيقول والله ما انا بقول ايه مش عارف انا ايه اللي انت خدتيه من عندي هنا هو ده ما هو ده اللي متصطب وانت بتصطبي اخترت كاستوم. لا ما عملتش كاستوم انا عملت زي ما هو شغال تيبيكال بالظبط هيشتغل عادي. لا افتحي فيجوال ستوديو بس من كام ستارت كده شغال ده مستعدين جدا انا راجل. لا لا اشتغل 2012 و13 ماشي. انا عندي 2012 مش وحش شغال. السيريال نمبر بقى اكتب كده سيريال ممكن تلاقيه. لا لا ده بعد ال 30 يوم هيقول لك هيقول لك عايز سيريال نمبر. و 2013 متاح وكل حاجه. لا هم هم اللي منزلين يا عم. هم اللي بيعملوا هم اللي منزلين. بعد كده مش بص دور على السيريال نمبر بتاع الفيجوال ستوديو 2017 هتلاقيه نازل. سيريال مش ملف ولا برنامج ولا حاجه سيريال. لا لا ده هو سيريال نمبر. هو بص نازل هنا يعني 2013 نازل. بص اهو هتلاقي حق واحد حاطط لك كل السنه ممكن يكون حاطط 2017 معاك. بس ليه هم عاملين انه في حاجه تشتغل على الويندوز 10 بس؟ لا ما اعرفش انا اول مره اعرف منك. بس انا مصدق 2017. لا 2017 بينزل 2000 بس انا سنه تاني نسخه حديثه منه. انت فين اصلا؟ نسخه حديثه منه. لا بس في حاجه الجديد بتاع اي حد يجي في مايكروسوفت دلوقتي بتصوت على هنا لانهم عايزين يلغوا ال 7 لان ال 7 ما هو في خاصيه اللي هي بتاع اللي هي عدم الابديت بس التن ابديت مستمر فيقدر يجيب لك النسخه. بس السيفن السنه وقف السبورت عنه من زمان. ايوه ما وقف السبورت عنه بس لسه شغال النسخه القديمه. ليه ده لسه بعمل لسه بيجي له ابديت على السيفن. بص السيريال نمبر بس انت ممكن تقفلها. بص السيريال نمبر بتاع 2013 اهو شايف وهتلاقي برضو اي اهو ده برضو هم. دور بقى على 2017 هتلاقي السيريال نمبر بتاعه. بص بقى نبدا هنا فايل نيو بروجكت كالعاده. ويندوز فورمز ابلكيشن سوبر ماركت هذه التول بوكس لا بص يعني مثلا الشاشه قدامك ايه اول حاجه عندك الفونت اوكي ماشي الباك كلر ايا كان اللون هتستخدم التكست لو عايز تستخدم تكست مترو سوبر ماركت تمام
تيجي بعد كده التول بوكس فين اهي عندي اداه بتاعت الليبل. اول حاجه عندي مين اللي هيدخل هنا؟ وتاني ايوه ادي الكلاينت نيم ونعمل له تكست بوكس قصاده. عايز تكبره؟ عايز اطول. لا تطول دي معناها تروح اعمل كده اهو تخليها مالتي لاين تطول بقى براحتك. ايوه بس خدت بالك؟ من غير مالتي لاين لا خلاص كده تمام. مالتي لاين دي تقبل اكتر من سطر جواه تمام. هنا النيم بعد كده البرودكت نيم او الطيب الديبارتمنت الديبارتمنت هنعملها كومب بوكس قايمه قايمه ايه القايمه دي اختار منها يا الكترونيك يا فودز يا كذا. اروح دايس على السهم ده اديت ايتمز الكترونيكس كومبو بوكس فودز اذرز تاني كومبو بوكس يا محمد شدتها وسحبتها ويفتح السهم ده اهو ايديت ايتمز عشان املاها بالمنيو املا الايتمز اللي جواها تمام. عايز اقفلها الكومبو بوكس دي ما ينفعش الكتابه فيها. لو عملت رن من هنا بص بس بص مينفعش حد يكتب فيها اساسا. اروح واقف كده في خاصيه اسمها دروب داون ستايل. دروب داون ستايل خليها دروب داون ليست كده انت قفلتها. بعد كده اسم المنتج برودكت نيم تكست دي نو. بعد كده مين الكوانتيتي والبرايس اهو ممكن اخد الاثنين دول كوبي او الاول هات الكوانتيتي في عندنا تكست اسمه ماسكت تكست بوكس اهو ماسكت تكست بوكس. الماسكت ده بتعمله ازاي بقى؟ الماسكت ده لو انت عايز تخلي اللي يتكتب جوه التكست بشكل معين بتنسيق معين. اقرب مثال افهمهولكم سيت ماسك. خدت بالكم؟ بس انا عايز الكوانتيتي بقى ارقام بس تختار نوميريك كده لما تيجي تكتبي حروف مش هيرضى مش هيرضى اساسا. خدت بالك؟ كاستم تكست بوكس هنا النوميريك كام ديجيت؟ خمسه ديجيت. هو عايز انت عايزينها ثلاثه تشيل الصفرين تمام؟ طيب عايز تظهر كده جواها يعني لو دوست اوكي السط ده يظهر كده لو عايز تشيله منعوها ليفل ما بيتشالش الخط ده خالص. كنا بنقدر نشيل الخط ده فاضي نخليه فاضي تكست فاضي عادي على طول. السعر نفس الكلام. طب معلش قبل ما نعدي النقطه دي ممكن تخليها اكتر من خمس تصفيق. ممكن هنا كاستمر ديجيت زي ما انا نقصتها اهو تزودها عادي. وفي عندك فون نمبر شكل التليفون وفي عندك شرط للديت وشكل التايم. خدت بالك؟ بتجبر المستخدم على ادخال بشكل معين
اهو احنا طبعا عندنا نمبر اللي هو الكاستوم ثلاث ارقام دي البرايس. تيجي بعد كده هنا نفس الشكل بس ممكن يكون ازيد شويه، خمسة. ممكن تقف على كل التكستات زي ما قلنا بوردر ستايل فيكسد. الزرار بطن كالكوليت نيجي بقى هنا كده عايز اطلع مين؟ عايز اطلع توتال صح كده؟ عايز اطلع الديسكاونت برسنتج وعايز اطلع التوتال افتر ديسكاونت اللي هو نيت توتال. طبعا اتفقنا لازم ايه نساوي كده، علم على دول كده وعايزين نطلع الجايزة. في عندنا حاجة هنا اسمها جروب بوكس. جروب بوكس، جروب بوكس ديت لو عايز تعمل كونتينر حوالين ايه بعض التكستات، ميزتها ان لما تيجي تحرك تحرك ايه كله مع بعض، خدت بالك اهو. وبتعمل البوردر ده لو عايز تشيل كلمة جروب دي تحط اي حاجة براحتك، عايز تشيلها خالص تشيلها خالص اهو. الحتة اللي سألت عليها استاذ ايمن المرة اللي فاتت اللوك، في عندك كليك يمين لوك. لوك دي لما تعمل بص هنا انا بقدر اسحب اهو، لما تعمل كليك يمين لوك ما تقدرش تحرك حاجة اثناء الديزاين. ليه بيعملوها؟ ساعات الواحد هو شغال ايديه كده تيجي على تكست تحرم يا بعيد، خدت بالك؟ فيقول لك لا لوك وانا شغال اهو. عايز تقفل دول، اقفل فيهم الكتابه ريد ايه؟ ريد اون للقراءه فقط. اسيف نيجي بقى ماشي نيجي نسمي دول، نيجي في النيم اهو، النيم اهو يا محمد، اقف على العنصر الاول واسميه تي اكس تي نيم سي ام بي ديبت او ديبارتمنت. التاني تي اكس تي برو نيم تي اكس تي كوانتيتي تي اكس تي برايس بي تي ان كالك تي اكس تي توتال TXT discount discount value. طبعا فين الديسكاونت فاليو؟ عملناش لا دي الديسكاونت برسنتج، دي نسبة الخصم اللي احنا ايه اللي هيديها لك. الفاليو بقى عارف تحط فين بصراحه، ممكن تحط ما ده لا انا من كده هنكبر شاشه مثلا هنكبر كتير جدا. طب وليه ما احنا عايزين هو كده كده ده كبير، ده كبير جدا مبدئيا، خدت بالك؟ سيف. بعد كده نسمي تي اكس تي برو نيم
ده خلاص ديسكاونت ديسكاونت برسنتج برسنت تي اكس تي ديسكاونت فاليو تي اكس تي نت توتال نت تي اكس تي البرايز سيف. بعد ما سمينا نبدا ايه نبرمج. حد عايز يجيب شاي؟ عايزين نبرمج سيف كده هنا كليكتين على الزرار ده. اول حاجه في البرمجه نبدا نعرف المتغيرات. اول حاجه في البرمجه نبدا نعرف المتغيرات. عندنا كم مدخل؟ خمسه. وعندنا كم مخرج؟ خمسه. يبقى نعمل 10 10 فاريبل. اول واحد مين؟ حروف ولا ارقام؟ يبقى سترينج. كلاينت نيم. بعد كده مين؟ حروف ولا ارقام؟ سترينج برضو. يبقى ديبارتمنت. ايه تاني سترينج هنا؟ برودكت نيم. ايه تاني سترينج؟ البرايز الجايزة. اهي. نيجي بعد كده الكمية. انتجر. كوانتيتي. السعر. دبل. في ارقام صحيحة وكسر. توتال. دبل. نسبة الخصم. دبل. قيمة الخصم. دبل. الاجمالي بعد الخصم. اول حاجه هتدخل الكلاينت نيم ايكوال. هتدخل فين يا محمد هنا؟ في ده اهو. ده اسمه ايه؟ تي اكس تي. اروح جاي هنا كده تي اكس تي نيم دوت تكست. بعد كده اللي هيدخل تاني اسم رقم القسم. يبقى ديبارتمنت ايكوال. ده قايمه تمام. سي ام بي دوت تكست برضه تمام. وفي ناس بتكتبها كده دوت سيلكتد ايتم دوت تو سترينج برضه لو عايز تتقط حلو التكست تمام. هي برضه عشان تبقى عرفت تمام. دوت معناها ان ايتم يعني العنصر اللي انا اخترته. سيلكتد ايتم معناها العنصر اللي انا اخترته. مش الرقم يعني. مثلا اختار هنا لما اعمل رن كده كده انا اخترت ايه؟ فودز. فدي اسمها سيلكتد ايتم العنصر المحدد تمام. اما هنا بيكتب اللي هنا اختاره على طول اللي اتكتب مش فارقه. طيب بعد كده مين اللي هيدخل تاني؟ عندنا البرو ايه؟ لا 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 مش بالضروره هي كده كده سترينج اهي. هنا معمول ايه؟ ده بيجيبها. لا لازم يحولها سترينج اهي. لا اندكس دي سيلكتد اندكس. ثواني اهي خدت بالك. في عندي سيلكتد فاليو دي لو فورين كي. في عندي سيلكتد تكست زي تكست. هنا ايتم معناها انه يجيب اي كلمه. ايتم معناها من نوع اوبجكت. اوبجكت ده يعني اي نوع. فانا بقول دوت سترينج عشان الديبارتمنت نوع سترينج. اما لو قلت سيلكت التكست هنا مفيش مشكله. سيلكت الايتم اللي جاي بيقول لك ممكن يكون ديت ممكن يكون انت ممكن يكون مش عارف ايه ما يعرفش نوعه اسمها سيلكت ايتم. اما لو عايز سيلكت التكست خلاص هي برضه البرو نيم او تكست يتساوي تي اكس تي برو نيم دوت تكست. بعد كده مين؟ الكوانتيتي تي اكس تي كوانتيتي دوت تكست. بعد كده البرايس تي اكس تي برايس دوت تكست. عمل هنا ايرور ليه؟
القيمه اللي بتيجي من التكستات بتيجي قيمه نصيه وانا عايز اعمل لها تحويل يبقى بوم في هنا استنى int dot parse اللي هي convert to int هي برضه عشان برضه معاك كل الحالات هي اما بتقدر تعمل convert to int مش دي نوع ايه البرايس كنت بتقول convert dot to ايه وتفتح قوسين اهو او دبل دوت بارس هي برضو هما الاثنين تحويل بس البارس دي نزلت مع الجديد بصراحه مع الدوت نت فريم ورك الجديد عايزين نشتغلوا زي الجافا شغاله بارس برضه انتجر دوت بارس كذا تمام الحركه دي تسمى تحويل او كاستنج بيسموها في علم البرمجه كاستنج تمام طيب تيجي بعد كده عايزين نحسب التوتال التوتال بيتحسب ازاي الكوانتيتي في مين في البرايس تمام بعد كده عايزين نحسب الديسكاونت برسنتج الديسكاونت برسنتج بناء على ايه على اف كونديشن اف كونديشن على مين يا محمد الديسكاونت برسنتج امتى يطلع 5% ايوه اف توتال اقل من كام من 2000 يدي خصم كام يبقى نقولها اف توتال للزام 2000 فين بتاع فين نسبه الخصم هنا بيرسنت ايكوال كام زيرو الشرط اللي بعده else if عشان نفس على نفس المتغير توتال للزين 4000 يبقى البرسنت 5% لو عايز تقول 5 بس كده يبقى لما تيجي تضرب تقسم على 100 تمام بعد كده else if total اقل من كام 8000 يبقى البرسنت عارف 8% إلس 6000 لو أكبر من إلس بس يبقى البرسنت 10 ما هو لا أقل من 2000 ولا أقل من 4 ولا أقل من 6 يبقى كده أزم من 10 أزم من 6 كل اللي أزم من 6 بقى خد بالك ينفع أقول هنا إلس عادي جدا بعد كده الديسكاونت فاليو مين هنا بيتعامل مع الديسكاونت فاليو؟ المتغير اللي اسمه ايه؟ فاليو اروح قايل فاليو الديسكاونت فاليو تحسب ازاي؟ التوتال في البرسنت بس لازم اقسم بقى على كام؟ او اضرب في كام؟ في 100 عشان انت قايل فوق 5 وهي 5 من 100 تضرب في 100 تقسم على 100 اقسم على 100 خدت بالك عايز احسب ايه اللي هو النت توتال بيتحسب ازاي ماينس عايز اطلع الجايزه هو البرونيم ما اتكتبش بص البرونيم طالما خط اخضر كده تعرف ان هو لم يستخدم نسيت اقول البرونيم خده من تكست اسمه البرونيم ايه سيف نيفر يوز دي تمام بيلد ريبيلد خدت بالك بيلد ريبيلد انا بس عملت ايه زي ما بعمل ريفرش كده البرايز لسه نيجي بقى للسويتش البرايز دي بناء على مين على الديبارتمنت اروح اعمل سويتش دبارت اول شرط
كيس ايه؟ هروح اقل كيس الكتروني نقطتين. في الحالة دي نعمل ايه؟ يبقى البرايز لاب بريك كيس فودز، يبقى البرايز ايف. اذرز يبقى ايه؟ ديفولت، يبقى البرايز ديفولت. تمام كده؟ طيب عايز اطلع نتيجة. طول ما في خط اصفر جنبك يبقى انت لسه ما سيفتش، او ما تعمل سيف خلاص. تمام؟ عايز اعمل نتيجة، اطلع نتيجة. اول حاجة اطلع التوتال، التوتال هيطلع في التكستر اسمه ايه؟ تي اكس تي توتال. اروح اعمل تي اكس تي توتال دوت ايه؟ يساوي مين؟ دوت، عشان القيمة اللي بياخدها بياخدها نص. عايز تطلع مين تاني؟ مين؟ البرسنت. اروح قايل تي اكس تي برسنت. مسمينا ايه؟ ديسكاونت برسنت. دوت تكست يساوي برسنت دوت ايه؟ دوت سترينج. تمام. بعد كده تي اكس تي مين؟ الفاليو ديسكاونت فاليو دوت تكست. مين اللي شال الديسكاونت فاليو؟ الفاليو دوت تو سترينج. فاهم يا محمد؟ بعد كده تي اكس تي مين؟ التوتال او النت توتال دوت تكست. مين اللي شال الصف النهائي؟ النت توتال ده اهو دوت تو سترينج. بعد كده تي اكس تي دوت يساوي برايس، مش بالضروره عشان كده كده هي نص، صح؟ يبقى كده البرايس نص، مش لازم اقول دوت تو سترينج. يبقى انا بقول اسم التكست دوت تكست يساوي ايه؟ اسم المتغير. لما كنت بعمل ادخال اسم المتغير يساوي اسم التكست، العكس. رن اي اس الكترونكس اي اس. بص انا بكتب ارقام حروف ما بيكتبش. 45 بسعر 1500، الاجمالي كام؟ 67500، 10% بس 350 60 كذا. خدت بالك؟ بدا يحسب. لو واحد عمل كده وداس كده طلع ايه؟ بص ايرور، مش احنا مختارين فودز؟ ايوه الاول، بس هو هيدفون فيها مشكله. هيدفون فيها مشكله عشان احنا كاتبين فودز، ما قلناش اذرز. احنا قايلين اذرز، قايلين ايه؟ قايلين ده. بص السيلكت التكست جايباها ايه؟ جايباها ايه؟ فاضيه دوت. طب لو قلنا تو سترينج، خدت بالك؟ جايبها فاضيه. انا عارف ان هو هيضرب، بس انا عايز اعرف دي شايله ايه برضه. جايبها فاضيه برضه. هنعمل سيلكتد ايتم جايبها ايه؟ فودز. بقى سيلكت التكست ما اشتغلتش، خدت بالك؟ سيلكتد ايتم. هنا بقى لما هنا كتبت كده، انت عارف انه ضرب بسبب ايه؟ ان ما حاجه اخترتش حاجه. حتى هنا برضو ما اخترتش حاجه، صح غلط؟ يبقى المفروض الكميه والسعر لازم يدخلوا، صح؟ قبل الشرط ده كله، ده شرط اف كونديشن برضو. لو لقيتهم فاضي طلع رساله اف تي اكس تي كوانتيتي دوت تكست دوت تو سترينج
دوت يساوي مش امبتي ماشي يساوي دوت ايكوال فاضي. دي معناها لو ساب فاضي ايكوال لما تحب تقارن رقم مع رقم ايكوال دي. لما تحب تقارن نص مع نص دوت ايكوال. تمام؟ طيب لو سابها فاضي يطلع ايه؟ مسج دوت ايه؟ دوت شو. اقول له انتر مين؟ كوانتيتي. إلس هنا ليه جاب ينفذ الكود ده كله. الكود ده كله يتنفذ في حالة لو ايه؟ دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ لو التكست بتاع كوانتيتي دبل اوبشن دي يعني فاضي يعني ما كتبش حاجه. تمام؟ يطلع له الرساله دي. إلس يعمل كذا. في حاجه في الاف لو انا قلت لك كل الناس اللي ازيد باقل من 2000 هياخد برسنت 0% 0 وهياخد بونص 100 جنيه. يبقى اللي اقل من 2000 هياخد كام قيمه؟ هياخد كام حدث؟ حاجه. ايه هما؟ 0 و 100. قال لك مدي ايرور ليه؟ مفيش اصلا فاريبل بونص. ايه؟ طيب هنقول برايز عشرة جنيه. ليه ايرور؟ عملناش اند مع ده هنا الاند لو كان شرطين او زي ما هنا حدثين شرطين. هنا المشكله في ايه بقى؟ بص قال لك اذا بعد سطر الاف اكتر من سطر هيتنفذ لابد من وضعهم داخل براكتس. اذا بعد سطر الاف اكتر من ايفنت هيتنفذ لابد من وضعهم ما بين ايه؟ براكتس. لو كان سطر واحد مش فارق، حطيت ما حطيتش مش فارق. فخد بالك من الحته دي. تمام؟ طيب تعالى هنا جرب عمل ايه؟ طب لو كتبت كده ضرب فين؟ في القسم. ماشي اوكي جاي القسم مش لازم قوي يعني اهو. ضرب فين؟ في البرايس. لازم يدخل البرايس. قال لك يبقى هو كمان يتعمل له ايه؟ اف كمان. اروح اعمل كده اف لو تكست البرايس دوت تكست دوت تو سترينج. مش عارف ليه مش موجوده امبتي جافا عاملين على طول دوت ايكوال فاضي يطلع ايه؟ مسج. في حاجه عندنا غير المسج حاجه اسمها ايرور بروفايدر من ضمن الادوات. ايرور ايه؟ لما تلاقي ايرور بروفايدر اي اداه تسحبها على الشاشه تلاقيها نزلت تحت كده تعرف ان حاجه هتستخدمها في الكود، حاجه هيتم ظهورها اثناء الكود اثناء الرن. اي حاجه تترمي تحت هنا ما ترمتش على الشاشه تعرف ان الرام بتاعها هتشوفه فعلا لما يعمل كود. لما اعمل رام كودها هتعمل ايه دي؟ يعني انت هنا مش حاسس بيها خالص، مش زي اي اداه على الشاشه. ايه الايرور بروفايدر؟ اسمها ايرور بروفايدر 1. اروح اقول له بقى ايرور بروفايدر 1 دوت سيت ايرور. عايزه منك حاجتين، هتظهر عند مين؟ قلت له هتظهر عند تكست البرايس. قال لي اللي عايزه يظهر الرساله، اقول له بليز انتر برايس. إلس نفذ الكود ده. طب ايه إلس اللي فوق كده ده دي علشان ياخدهم واحده واحده ما ياخدهمش اتنين مع بعض. خلص الاغنيه خش الثانيه. بص الايرور بروفايدر بتعمل ايه؟ شايف دي؟ اه ايه اسمها ايرور بروفايدر. تمام؟
المفروض هنا لما يكتب مش المفروض تتمسح صح ولا غلط؟ هتتمسح خدت بالك؟ المفروض تعمل كده. قال لك لما اكتب يبقى معنى كده الحدث يتكتب هنا. اول لما اكتب اهو كليكتين هنا ايرور بروفايدر دوت كلير، بس كتبته فين؟ هنا في ايفنت اسمه وعمل ريجكت، لا فين سيلكتد عايزينه اثناء الكتابه بس هنا عملوا ريجكت. انا لو عملت كده لسه موجود. بص الحدث العادي ده، ده تكست عادي مش ماسكت. بص في حاجه اسمه ايه تكست ايه تشينج، هو ده احنا عايزينه هنا بقى اهي تكست تشينج. اروح كاتب الكود ده. قلت لك لما تبرمج تبص لحاجتين، الكود ده عايزه يعمل ايه ويتكتب فين، مهم جدا يتكتب فين. شفت لما كتبت الكود جوه الحدث ده اترفض وما عملتش حاجه، تكست تشينج معناه اثناء وانا بكتب. يعني بص كده المفروض كده مسحه، خدت بالك؟ عارفين لما بتكتب في جوجل وتلاقي ظهر ده اثناء الكتابه، ده بيتسمى تكست تشينج. تكست تشينج يعني الكود يتنفذ اثناء الكتابه. هنا الكود بيتنفذ امتى يا احمد محمد؟ لما اضغط على كالكوليت في احداث بقى دي اسمها ايفنت. امتى الكود يتنفذ؟ امتى الكود يتنفذ؟ يعني مثلا انا عايز انفذ الكود عشان محمد يمشي بس بسرعه، اول لما اكتب 500 انتر الكود يتنفذ. عايز اضغط مع ضغطه انتر وزر البطن ده اهو يا عم، شيل ابوه ده اهو اقف عليه كده واخفيه. الخصائص اهي فيزابل فولز، فيزابل فولز اخفيه اهو اختفى. عايز لما الراجل يختار ويكتب ويعمل كده ويكتب 50 ولا اي رقم واي حاجه ويدوس انتر الكود يتنفذ. طب نعملها ازاي؟ قال لك اول حاجه انت هتدوس انتر فين يا جماعه؟ يبقى كودك يتكتب عند البرايس. طب الكود ده يتكتب في حاله التعامل مع زراير الكيبورد، يعني دي زراير الكيبورد. قال لك الايفنت او الامر اللي بيتعامل مع زراير الكيبورد الايفنت ايه؟ دوس عليه اقف على التكست هنا واقف عليها. ايفنت اسمه كي داون، كي ايه اهو كي داون. كي داون ده يتعامل مع زراير مين؟ كي الكيبورد. كل زرار في الكيبورد ليه رقم، يا تتعامل مع اسمه يا تتعامل مع رقم. انت عايز تقول امتى الكود يتنفذ؟ لما دوس انتر. لما دوس انتر دي ايه؟ اف كونديشن اهو اف. مين اللي يحس انك دوست انتر؟ عندك حرف او متغير مع سطر الايفنت اسمه ايه؟ اي. عشان كده يقول لك لا يجوز استخدام متغير اسمه اي. اوعى تعرف متغير اسمه اي عشان اي ده حرف بيستخدمه السي شارب. الاي ده بقى ايه؟ الاي ده لما يتحط مع الكي داون بيحس بانهي زرار ضغطت عليه. اروح قايل اي دوت كي كود، قال لي انهي زرار يساوي كيز دوت، هيظهر لك كل زراير الكيبورد اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش. زرار سليب اهو، زرار شيفت، زرار داون، زرار اب، زرار ايه حرف الايه، زرار زد، زرار انتر، زرار اسكيب. تمام اسكيب مش موجود. طب اكزيت اس كي، لا اس سي اي اس سوري اي اس سي اهو اسكيب هو موجود اهو. تمام دلوقتي تلاقي في شركات كتير تمام مفيش حاجه اسمها ماوس في البنوك بالذات، تك على طول اف كذا اف 2 اف 3 اف يعمل كذا خلاص، هم اتعودوا على كده. اف 2 يفتح صفحه الايداع، اف 3 يعمل صفحه السحب، اف 4 مش عارف يعمل ايه، كنترول اس يسيف، كنترول مش عارف كذا يعمل ايه. خدت بالك؟ مفيش الماوس ما بيستخدموش. تمام؟ فقال لك ده التعامل مع الكيبورد هو ده.
بتكتب جوه الحدث اسمه كي ايه كي داون، بتكتب ايه في كونديشن. اهم حاجه ما يجيش واحد يجي يقول لي ايه اما اجي جوه ازرار الزرار كده اهو واروح قايل اف اي دوت مفيش كي كود. خدت بالك؟ مش في كل حاجه ينفع استخدم الزراير كيبورد، لا استخدمها مع مين؟ مع الايفنت بتاع مين؟ كي داون. اقول له لو دوست على زرار مين عايزه ينفذ انهي كود اللي احنا كاتبينه، الكود ده هو كله صح غلط. يا تاخد الكود ده كله كوبي ده هو وتروح رزعه بيست هنا، يا اما الكود ده فين في زرار اسمه ايه بوتون كليك، خد الاسم بس وتروح جاي نو بوتون كليك وتعمل نل كوما نل كده. انت ناديت على الكود اللي هو الزرار بدل ما تكرره تاني، ناديت عليه بدل ما تكرره. هو انت اصلا لو خدت كوبي هو كده محطوط فوق محطوط تحت، اه بس مش هيحصل حاجه، بس لما تيجي بقى تغير هتتعب هتغير مرتين، بس هو مش هيحصل. لا 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 خالص، لا خالص. رن كده اي اسم اي رقم او اي اسم منتج 45 والسعر 1000 جنيه، انتر. خدت بالك كده انا كل تعاملي بمين؟ بالكيبورد، مسحت دي خالص. خدت بالك؟ اكتب بدا يكتب. فهمت فكره؟ دي فكره التعامل مع ايه؟ مع الاف كونديشن والايه والمتغيرات دي. ممكن تعملها، هرد بس على المركز اتفضل. يبقى في الحالة دي الكود يتكتب في التكست تشينجت نفس الكود ده هو كده هنا هو رن. بص حضرتك بص كده هاجي هنا 2 3 5 بيتغير. بص واخد بالك خالص. انت هنا بص برضه هيتنفذ انتر، انتر شغاله، انتر شغاله برضه حتى لو حطيت البوتون عادي خلاص عادي اللي شغال بالظبط. ده اسمه تكست تشينج. بص حاجه مهمه جدا حته الاحداث دي على فكره، امتى الكود يتنفذ؟ ايوه مهمه جدا دي، اسمها بيسموها ايفنتس في الجافا، عندنا بيسموها لسنر او اكشن، بنسميها اكشن لسنر. في ناس تكون كاتبه الكود صح بس مكانه غلط، مكانه غلط بس الكود صح. ما ينفعش اول ما افتح الفيسبوك اروح ضايف لصديق، ما ينفعش احط الكود في الفورم لود. خدت بالك؟ لا لما اضغط على الزرار ده يجي بس. هي دي فكره التعامل مع مين؟ مع الزراير، مهمه جدا بس لازم يكون الحدث اسمه ايه؟ كي داون. ستوب للفيديو.